السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم. أغلب الظواهر الفيزيائية المحيطة بنا يتم وصفها رياضيا من خلال معادلات تفاضلية، وهذه المعادلات التفاضلية غالبا ما تكون معادلات تفاضلية جزئية أو ما نسميه بال partial differential equations. والذي تعنيه هذه المعادلات هو أن الظواهر الفيزيائية أو تغير الظواهر الفيزيائية يكون دائما بدلالة ظواهر فيزيائية أخرى أو بدلالة معاملات فيزيائية. هذه المعاملات الفيزيائية هي التي تدخل في المعادلة التفاضلية. فإذا أخذنا مثلا معادلة أو أولى معادلات ماكسويل التي تجمع ما بين الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي، وأخذنا معادلة الحقل الكهربائي E تساوي ماينس جراديان في، فهذا يعني بأن الحقل الكهربائي ما هو إلا اختلال لتوزيع البوتنشال. فإذا كان فرق الكمون ثابتا في مساحة ما أو في مجال ما، فهذا يعني أن أو إذا كان لا يوجد فرق كمون في مساحة ما أو في مجال ما، فهذا يعني أنه لن يكون هناك وجود للحقل الكهربائي، لأن الحقل الكهربائي E هو جراديان أو ماينس جراديان V، والجراديان هو معامل تفاضلي ما هو إلا عبارة عن عملية اشتقاق تطبق على وحدة سلمية لكي تنتج لنا وحدة شعاعية، يعني وحدة لها قيمة ولها اتجاه، والتي هي الحقل الكهربائي. وإذا أخذنا مثلا مجالا ما فيه فرق كمون أي فيه توزيع غير ثابت للشحنات الكهربائية، فهذا يعني أنه سوف يكون لدينا فرق كمون، وفرق الكمون سوف يكون أكثر إيجابية حيث توجد شحنات أكبر. وما دام هناك فرق كمون فالحقل E سيكون عبارة عن تغير هذا فرق الكمون. ففي منطقة حيث يوجد فيها القليل من الشحن الموجبة، وبالانتقال في اتجاه X ليكون هذا الاتجاه هو X، سوف نجد تمركز أكبر للشحنات الموجبة، فمعناه أنه لدي تزايد في فرق الكمون. فإذا كان التزايد فرق الكمون يعني أن مشتقة فرق الكمون هي مشتقة موجبة، فهذا يعني بأن الحقل الكهربائي سوف يتجه من النقطة التي فيها شحنات أكثر نحو الموجبة الأكثر، نحو النقطة التي فيها شحنات موجبة أقل، وهكذا. الحقل الكهربائي دائما يتجه من الموجب نحو السالب أو من الأكثر إيجاب إلى الأقل إيجاب. وكل المعادلات التفاضلية تقريبا لديها نفس المعنى، طبعا باعتبار الاختلاف في المعاملات التفاضلية. وهذه المعادلات في غالب الأحيان يتم تطبيقها إما في أنظمة معقدة، أو تكون هي في حد ذاتها معادلات معقدة يستحيل حلها بطريقة حسابية، يستحيل إيجاد حل حسابي بالطريقة التقليدية التي تعلمناها في المدارس، والتي تكون عادة يكون فيها الحل إما مثلا exponential أو sine أو cosine إلى آخره. فالحل الحسابي يصبح مستحيلا، لأن المعادلة تصبح معقدة، أو أن الوسط الذي تطبق في هذه المعادلة التفاضلية يصبح معقدا، فنلجأ إلى العمليات الرقمية لحل هذه المعادلات. والطرق الرقمية كثيرة ومتنوعة، لكن عن أشهرها في One Dimensional Differential Equations هي معادلات أو طريقة أولر بكل أنواعها، الـ ODE1 التي هي التقليدية، والـ ODE2 والـ ODE4 والـ ODE45 إلى آخره، وكلها تعتمد بالأساس على مفهوم
الاشتقاق ومفهوم المشتقة. هناك طرق أكثر قوة وأكثر ملائمة مثلا للمجالات ثلاثية الأبعاد، وعندما يدخل المجال الزمني أيضا. ومن هذه الطرق يمكن أن نجد الـ FDM، Finite Different Method، طريقة الفروق المنتهية، أو الأشهر والأقوى والأكثر استعمالاً الـ Finite Element Methods. في هذه السلسلة سنحاول إن شاء الله أن نتطرق إلى هذه الطرق الرقمية التي نستعملها لحل المعادلات التفاضلية. سنحاول أن نتدرج في هذه الأمور بداية من أولر ومرورا إلى Finite Different أو Finite Difference Method، ويمكن أن نصل إذا حالفنا الحظ أن نصل إلى Finite Element Methods. أدعوكم إلى متابعة هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.